اتفاقية جديدة بين دمشق وطهران لتطوير التعاون العسكري، وإيران تعلن أنها ستساعد سوريا في تعزيز دفاعاتها الجوية. وطالب رئيس الأركان الإيراني محمد باقري تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، مشيرا إلى أن أنقرة متأخرة في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانا لإخراج الجماعات الإرهابية من سوريا. كيف ستنعكس هذه الخطوة على البلدين؟ وهل ستؤجج التوتر الإيراني التركي؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور. سيد مصدق، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. الاتفاقية الأمنية بحد ذاتها ليست شيئا جديدا، يعني اعتدنا على مثل هذه الأمور. ما الجديد برأيك هذه المرة في هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها تركيا من سوريا؟ نعم، شكرا. هذه الاتفاقية يجب أن نقول أنها اتفاقية مهمة. هي تأتي أولا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية، الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وأيضا تأتي في ظل تحرك أمريكي مشبوه في داخل الأراضي السورية، وأيضا تأتي في إطار محاولات، يعني داعش أزيحوا من القوى الإرهابية، أزاحتهم قوات المقاومة من الأرض السورية، ولكن هناك تخوف أنهم يحاولون أن يعملوا بطريقة أخرى وبأسلوب آخر، ويؤثروا على الوضع الداخلي بموازات حظر قيصر المفروض على سوريا. وبالتالي وأيضا تأتي في ظل بعض التحركات المشبوهة لروسيا، للأسف يعني روسيا صديقة لنا، ولكنها زودت سوريا بمنظومة S-300، ولكن لا تسمح لسوريا استخدام هذه المنظومة، علما أن الخبراء السوريين توجهوا إلى روسيا وتدربوا، لأن المستشارين ومشغلي أو المتحكمين بأزرار هذه المنظومة هم الروس، ولا يسمحون للضباط السوريين الاستفادة من ذلك، يعني لتبريرات مختلفة. من هذه التبريرات أنهم يخشون أن يكون هناك خطأ ويحسب على التكنولوجيا التسليحية التي تتبجح بها. تتحدث هنا أستاذ مصدق عن استخدام هذه الأنظمة ضد الطيران الإسرائيلي تحديدا؟ نعم، وهذه الأنظمة ليست يعني هي حتى أساسا لا تستهدف إسرائيل، لأنها هي أنظمة دفاعية. هي لا، هذه أنظمة دفاع جوي، أنا أتحدث عن الطيران الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات وبغارات على فوق الأراضي السورية يعني بشكل متكرر الآن. بالتأكيد يعني هذه المنظومة سوف تقلل أو سوف يعني تعمل على ردع إسرائيل من المواصلة بالقيام بالغارات، تنفيذ غارات جوية على سوريا. المنظومة الدفاعية الإيرانية طبعا تحديدا هي منظومة ياور 373، منظومة ذكية تستهدف أهداف خفية وقادرة يعني على يعني تضاهي حتى المنظومة الدفاعية الروسية، وبالتالي هي مفيدة بالنسبة لسوريا، وإيران حريصة على حليفتها سوريا وتريد أن تحميها في ظل كل هذه المعطيات والمؤامرات التي أشرت إليها. طيب، لماذا لا تستخدم هذه المنظومة الإيرانية في مواجهة الطيران الإسرائيلي إذن؟ هذه المنظومة توا يعني هم يريدون الآن يعني أن يركبوا هذه المنظومة. إيران حتى اقترحت على لبنان يعني تسليم هذه المنظومة، ولكن يبدو أن الحكومة اللبنانية لم تنسجم مع هذه الرغبة الإيرانية، وبالتالي إيران هذه المنظومة بالتأكيد سوف تسلم إلى سوريا وسوف يتم تشغيلها، حين ذاك سوف نستطيع أن نجد إجابة لسؤالك. بالتأكيد سوف يستفيدون من هذه المنظومة، كما قلت يعني التحالف الإيراني السوري والتحالف الاستراتيجي، هناك اتفاقيات دفاع مشترك يجب أن تفعل، يجب أن تخرج إلى حيز العمل. وبالتالي التخوف الإيراني يعني من المؤامرات، التخوف الإيراني من الاستهدافات الإسرائيلية على صديقتها، والاستهداف الأمريكي والمؤامرة الأمريكية يريدون، باعتبار سوريا تشكل حلقة ذهبية في جبهة المقاومة والسيادة الشعبية التي تعتمد عليها إيران، وبالتالي يجب أن تبقى قوية
وقادرة. أما أن نقول أنها تستهدف إسرائيل، كلا، لأن إيران تمتلك الكثير والعديد من الصواريخ كروز وما إلى ذلك، وهي قادرة على أن تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني من داخل الأراضي الإيرانية، وبالتالي إيران لا تحتاج إلى سلاح من داخل سوريا لكي تستهدف بها إسرائيل. كل ما في الأمن هو لا نتحدث عن استهداف إسرائيل الجوي السوري، نتحدث عن التصدي لهذه الغارات الإسرائيلية المتكررة على أهداف سورية وأهداف إيرانية داخل الأراضي السورية. دعني أنتقل إلى جانب آخر من هذه الاتفاقية، البيان الختامي المشترك الذي صدر عن الطرفين أيضا يتحدث عن ضرورة مواصلة التنسيق لمواجهة الإرهاب التكفيري المدعوم من قوى إقليمية ودولية، وأيضا ضرورة انسحاب كافة القوى الأجنبية العاملة في سوريا بصورة غير شرعية. طبعا إشارة إلى تركيا وإلى الولايات المتحدة. تركيا الآن إحدى القوى الضامنة في سوريا، تتعاون وتنسق مع إيران، ومع ذلك إيران تشكو بأنه تركيا لم تفي بالتزاماتها بحسب اتفاقات أستانا. نعم فعلا، يعني تركيا، هي مشكلة تركيا أنها لم تنفذ التزاماتها التي قطعتها، يعني في حسب وفقا كما تفضلتم يعني اتفاق أستانا، وبالتالي هي أيضا لم تخرج كما وعدت الجماعات الإرهابية من داخل الأراضي السورية، وإنما عملت باتجاه تعزيز قدراتهم أكثر يعني. ولكن أنا أعتقد يعني هناك تنسيق أيضا مع تركيا من هذه الناحية، باعتبار أن إيران لم تغلق الأبواب مع تركيا، وهي صديقة لتركيا أيضا في نفس الوقت، وتحاول أن تلعب دور الوسيط في هذا المجال. يعني أنا لا أعتقد يعني هذا الأمر سوف ينعكس حتى على تركيا، باعتبار يعني الهدف الأول هو الاستهدافات الإسرائيلية وليس تركيا، وأيضا تعزيز يعني تحصين القدرة أو البنية العسكرية السورية مقابل الإرهاب، باعتبار سوريا اليوم تحتاج إلى تخلص من هذه المجاميع الإرهابية المتواجدة على أرضها، وبالتالي لكن في وقت نفس الوقت تواجه يعني غارات إسرائيلية ويتبك موقفها، وبالتالي هي تريد أن تكون أجواءها محصنة حتى تستطيع أن تفعل شيئا ما في الداخل. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من طهران.